توقعت وكالة فيتش أن يتباطأ إصدار الصكوك في الربع الثالث من هذا العام بالتزامن مع العطلة الصيفية، قبل أن ينتعش في الربع الأخير من هذا العام بسبب جهود تنويع التمويل وأهداف إعادة التمويل وسد عجز الميزانيات ودعم خطط التنمية الحكومية. ومن الممكن أن توفر تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الربع الثالث زخماً للإصدارات، كما يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى إصدار الصكوك. وتتوقع وكالة فيتش أن تستمر البنوك الإسلامية في تنويع مصادر تمويلها من خلال الصكوك، على الرغم من أن الودائع ستبقى مصدر التمويل الرئيسي. وبحسب الوكالة، ارتفعت الصكوك العالمية المستحقة بواقع 10.2% على أساس سنوي إلى نحو 888 مليار دولار بنهاية النصف الأول من هذا العام.